قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية طلبت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وبإعادة إرسالها إلى اللجنة. أضاف أن هذه المشكلة ليست في دوائر كثيرة وأن اللجنة تعمل على تدقيق بياناتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت وهما يؤجلوا إرسال التعديل على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة، كما شدد على أن اللجنة ملتزمة بالضوابط التي أقرها مجلس الوزراء. أعلنت مصادر عسكرية بشمال سيناء عن مقتل 8 عناصر تكفيرية في حملة مداهمات أمنية بجنوب الشيخ زويد ورفح. وقالت المصادر إن قوات الأمن اشتبكت مع هذه العناصر أثناء حملة مداهمات لمنطقة جنوب الشيخ زويد ورفح، وقتل 4 منهم وألقي القبض على 9 مشتبه بهم. أضافت أن قوات الأمن شنت حملة تمشيط أخرى بجنوب الشيخ زويد وتم قتل 4 آخرين من العناصر التكفيرية بعد اشتباكات معهم. في محافظة الغربية قاد اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية للأمن بوسط دلتا ومدير أمن الغربية قاد حملة أمنية موسعة لإزالة الإشغالات وضبط الحالة المرورية بالشوارع الرئيسية. شاركت في الحملة إدارات المرور والمرافق والتموين، واستهدفت ضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين خاصة في الميادين العامة كميدان المحطة وميدان السيد البدوي والتي كانت تعاني من التكدس المروري. أسفرت الحملة عن ضبط نحو 295 حالة إشغال طريق وإزالة عدد من المقاهي المقامة بدون ترخيص بالطريق العام. قال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي في تصريحات خاصة لبرنامج حوار اليوم والذي يذاع على نهار اليوم إن مدينة الإنتاج وعت الدرس من أزمة ضرب برجي الكهرباء، وذلك عبر توفير مصدر دائم للكهرباء لمدينة الإنتاج. من المهم انه يبقى فيه خطة تانية للتأمين، دوريات مختلفة، الاقتراب من الابراج يكون شكله عامل ازاي، الكلام ده كله. حل نهائي للمسألة الحقيقة انه انا بعتقد ان لازم، وده صعب شوية انه مكلف جدا، انه يجب ان احنا نفكر، لانه مدينة 6 اكتوبر لما اتعملت وكانت منطقة صحراوية كان طبيعي الابراج تبقى موجودة. يعني انا قدام المدينة عندي في خطين ابراج ماشيين جنب بعض يعني. انما اعتقد انه مع زيادة الكثافة السكانية ينبغي ان احنا نفكر في حل بديل، انه ازاي الكابلات تكون مدفونة في الارض عشان تبقى جزء من المرافق الاساسية اللي موجودة، او يتم التفافها من بعيد في الصحراء بشكل بعيد. وفي شأن خاص بالعاملين في المدينة قال هيكل إن إعادة الهيكلة بالمدينة لا تعني الاستغناء عن الموظفين، وأضاف أن المبلغ الصحيح لمديونية المدينة هو 125 مليون جنيه، قامت المدينة بسداد 35 مليون منها ويتبقى ما بين 80 و90 مليون جنيه. هي بالمناسبة هي شركة، يعني فكرة أنها حكومة أو قطاع حكومي ده مش صحيح. دي شركة مساهمة مصرية وتعمل بالنظام المناطق الحر، يعني حتى مش شركة خاصة، دي شركة خاصة جدا. خلاص. اما جم ينشئوا المدينة خدوا قروض حوالي 350 مليون جنيه، وبعدين توقفوا عن السداد في سنة 2009 تقريبا لو انا مش غلطان. ودلوقتي لما جيت انا وصلت المدينة كان المديونية تراكمت وصلت ل 135 مليون جنيه مستحقة للبنك الاهلي. سددنا منهم حوالي 125 مليون جنيه، انا اسف 125 مليون، سددنا منهم 35 مليون، يتبقى في حدود ما بين 80 و90 مليون جنيه مصري. ان شاء الله نبتدي نسددهم في النصف العام اللي احنا فيه، وبعدين على اخر السنه باذن الله. نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نظمت احتفالية كبرى بيوم البيئة العالمي، وقال حسن شندي المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن ذلك يأتي بعد اختيار المنظمة العالمية لمدينة 6 أكتوبر كمدينة سياحية تتوافق مع البيئة ويتوقع أن تحقق نهضة تنموية كبيرة. العالمي هو يوم العالم كله بيحتفل بيه بالجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على بيئة نظيفة وبيئة مستقرة في العالم كله، وفي مصر ليست بمنأى وليست بعيد عن هذا.
فمؤكد أن تقوم جامعة مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بإحياء هذا اليوم وبالاحتفال بهذا اليوم، أمر يحسب لها وأمر محترم وأمر جليل. وعلى هامش هذه الاحتفالية هي قامت بتكريم عدد من الشخصيات العامة العاملة في مختلف المجالات في هذا الإطار. الهدف الأولاني هو احتفال بيوم البيئة العالمي، وأن الجامعة تستوعب هذا الاحتفال وتبقى على رأس الترتيبات بتاعته. لما لدى الجامعة من أنشطة خاصة بالبيئة والمجتمع ومشاريع وبحوث طلع من الجامعة تخص البيئة والمجتمع، تهدف إلى جعل منطقة أكتوبر منطقة مليئة بالطاقة المتجددة وخالية من أمراض البيئة ومعكرات صفو البيئة. أما عن أحوال الطقس، فتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا الأربعاء انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، ليسود طقس رباعي لطيف على السواحل الشمالية معتدلة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وبارد في الليل. وختاما هذه التذكرة بأبرز العناوين. 20 عاما مشددا لمرسي في أولى قضايا أحداث الاتحادية. عاصفة الحزم تدخل مرحلة جديدة بعد أمر سعودي بمشاركة الحرس الوطني. ورحل الخال الأبنودي الشاعر الكبير الذي غنى له عمالقة الطرب. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.alhanlive.net. كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب.